اصبر صافي. مشاهدينا الكرام متتبعي قناه شوف تي في، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر مباشره معكم من عاصمه الانوار الرباط. هادشي خطير، هادشي ديال الروقات ما بغاش يسالي، هادشي ديال الروقات دائما تنسمعوه، راقي في مدينه دار هذا، راقي بركان، راقي كذا، راقي كذا، كل مره تيخرج لنا شي راقي بشي حاجه عجيبه غريبه اللي كتخلينا يعني غير تنشوفو تنقولوا سبحان الله العظيم اش هادشي واقع في المجتمع ديالنا. قناة شوف تي في قناة الشعب دائما تتحاول او لا تنحاولوا اننا نوصلكم الصورة، نحاولوا ما امكن على اننا نقربكم من اشنو تيوقع داخل المجتمع ديالنا. الراقي شد هاد الشاب هذا اللي الام ديالو عندها التصويرة ديالو هزاه، شاب مريض، شاب مريض عيان ما يدور على الدواء، عيان ما يقلب على كذا، قالوا ليه راه كاين واحد الراقي اللي هو صديق ديالو، على حد ما قالت ليه الام ديالو اخ ديالو حداهم في الحومه. هذا الراقي كيقول ليه انا عندي لك الكشف ولا عندي لك الوصفه السحريه باش انك غادي تشافى، باش انك غادي تولي مزيان ما تبقاش طايح. هذا الشاب عنده غير الصرع، اي واحد بزاف عندنا في الحومه ديالنا في العائلات في اصدقائنا اللي كيتصابوا بمرض ديال الصرع. شنو هو مرض الصرع؟ ولا قدر يكون بيليبسي على المستوى العلمي، ولكن كاين اللي كيفسروا بالرياح، تيجيو للرياح تيقول لك راه طاح بالرياح، شد عطاوه السوارات، عطاوه لك الثقافه. هذا الراقي استغل الضعف ديال هذا الشاب هذا، قال لي عندي لك الدواء وعندي لك الوصفه العجيبه باش انك غادي تشافى وترجع بخير. خو شوفوا كي 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 كاعي الام ديالو، الله يحسن عوانها، الولد يعني كيعاودوا عليه الولد الدري في الجامع، الدار دار الجامع، دخلوا الدار فعلا الدري تصاب بالصرع وطاح اثناء هذيك اللحظه اللي هذاك الراقي تيدير هذيك العمليه اللي كيقول تيقرا وداك الشيء اللي تيقراه وداك الشيء، طاح الدري بالصرع. اشنو تيدير هذا الراقي؟ على حد ما قالت لي الام ديالو الاخ ديالو، عراه اخوتي المغاربه، عراه 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 وما اكتفاش غير بداك الشيء. عراه اخوتي المغاربه وشد التليفون ديالو، شد التليفون ديالو اخوتي المغاربه وبدا تيصور فيه، بدا تيصور فيه عريان اخوتي، شد التليفون ديالو بدا تيصور في هاد الشاب العشريني عنده 24 سنه، بدا تيصور فيه عريان، ما خلى حتى بلاصه في الجسم ديالو على حد ما قالت لي الام ديالو الاخ ديالو ما صورهاش، صوروا خوتي عريان وفي ديك الحاله ما عقلش على راسه لانه كان في حاله صرع، طايح مغيب ما عارفش. عراه الناس اللي كيتيقوا بالروقات، كاينين الروقات المزيانين وكاينين اللي روقات اللي بكل صدق خايبين وصعاب بزاف، كاين اللي روقات اللي ما كيامنوش بالانسانيه وما تيخافوش من الله، كاين اللي روقات اللي عندهم غير السميه ديال الراقي. هاد الراقي، هاد الراقي هذا شنو دار اخوتي المغاربه؟ صور الدري عريان، الام جات عندي تتبكي، تتبكي والاخ ديالو ايضا تيقول يا خونا كان درويش، صوروا من بعد ولا تيمشي تيهددوا بهذاك الفيديو ولا تيستفزوا بهذاك الفيديو، تهددوا به، تيقول لي غادي نلوحوا لك في الانترنت، غادي نشوهك، ها انت عندي انت معري نتايا، ها انت اللي كتيقوا عند الروقات ويدخلوا يتعراو، الروقات، راه اي بلاصه حجر وطوب، وكاينه حوته تدخل السواري، ولكن قبل ما تمشي الراقي سير للطبيب، سير بزاف الامور، كاين اللي تيتيق وتيمشي خصوصا في النساء، تتيق وتتمشي عند الراقي، وتبدي يقيس فيها هنايا يقول لها انت راه عندك الجن العاشق، عندك كذا عندك كذا، وكتلقى بعض الروقات سامحهم الله يعني ونقولها بالمباشر ومكبوتين وعندهم الكبت، تيبقى يشد في السيده هنايا والسيده هنا وانا العز العاشق ونحيد لك عيب اصاحبي. اكثر من هذا تنشوف الوضعيه ديال الام اخوتي المغاربه، الوضعيه ديال الام كديره. هذا دري وما رحموش ودار ليه فيديو صوروا، اكيد الدري ما يرضاش وغادي يدير واحد السلوك اللي كاملين ما متفقينش عليه، ولكن قدر الله ما شاء فعل. الام نخليها تعاود لكم. المهم شنو كاين؟ السلام عليكم. انا ولدي واحد ولد الحومه ساكن حدانا في الحومه، ولدي تيطيح بالصعر، ما لا دواء لا والو، ما تصلح لي لا دواء لا والو، تندير له على القران وكيولدي لاباس. هاد الولد الحومه شدوه دخلوه معاه، دخلوه معاه للدار، هما جوج ديال الدراري معاه،
جوج كاينين معاه، شدوا دخلوا، قال له غندير لك الرقيه، غنقرا عليك شويه ديال القران. ولدي مسكين على نيته مشى تما غادي معاه على نيته، الدري مسكين بداك السعر تيطيح، وسميتو وغادي بيهزو، ودخلوا في الدار ديالهم وصوروا صوروا صوروا هكا هكا، وما يخرج تيخرج اللحومه تيبزو تاتي تم غادي الجامع. ولدي تيصلي وتمشي مسكين الجامع، تيوري ديك الصوره تيقول له ها انت دايره في التليفون ديالو، ما عند حتى واحد عنده هوايا، تيوري الحومه كلشي، الحومه في خبارو كلشي عرفو ديك الصوره كاينه ديال ولدي تمايا، وتيبقى يشد ديك الصوره، تيتم جاي من الجامع ولدي وتيبقى يوريه ديك الصوره، تيتم جاي لعندي امي وتيبقى يغوت وتيطيح تنقرا عليه القران. عندي ولدي شويه اخوتي راه ظالمو هذا الولد، وبول ديك النهار فاش غادي جاي من الجامع هز هو عصيه، هز واحد العصيه وهز موس، هذاك خينا هذاك اللي مع ولدي دابا، هزو وجاي لعند ولدي، جاي لعند ولدي، ولدي هكا هرب عليه، ضرب ولدي لهنايا، ضربوه لهنايا، ولدي مع شاف سميتو جاي بغى يضربو عاوتاني، يعاودو هز الموس وهو يضربو هنايا، راه ضربو هنايا وداك الشيء. دابا هو صور ولدك عريان، وصور ولدي وصور الدري، صوروا من هنا كل عريان من هنا، وتضحك عليه في الحومه، تضحك عليه في الحومه ديالو، هو ولد الحومه راح الشومة. شنو خويا؟ داير اللي شاف فيديو دايرو ليه وتيوري للدراري وتيستفزو به وتيدير ليه في العرض. شنو كاين في الفيديو؟ مصورو عريان الدري ديك الساعة فاش تجي ديك الحالة دار فيه ما بغا كيما تيقولوا بالعامية. الدري مسكين ما عارف والو على نيتو كذا، هو صحاب ليه ود حومة، صحاب ليه على نيتو، هو تيستفز فيه وتيدير فيه، تيوريهم للدراري تيضحك عليه، تيقول لي الفيديو حيدو، تقول لي الفيديو حيدو، تقول لي صافي راه غنحيدو، تيمشي عاوتاني لمده شي 15 يوم ولا سيمانه، تيشدو تيبقى يوريه للدراري وتيستفزو به ما مره ما جوج. والدري عيا ما يصبر، عيا ما يهانش بزاف، حتى اللي وقع اللي وقع، داكشي اللي وقع بيناتهم، الاخر هز عليه عصيه، هز عليه حديده، الاخر هز الموس ضربو به الوجه، هادشي اللي كاين. هذا تاق فيه ومشى بس يدير لي الرقيه. تاق فيه حيت ود حومته وجارو، ماشي براني عليه ولا شي حاجه، ود جارو داك الشيء علاش، ودار لي هذا الشيء، ما فهمتش انا علاش هذا الشيء كامل. خوكي كان خويا درويش وشي صلي شي عبد الله، وراه هو شو الصوره ديالو، حلاق عنده شو الشهاده ديال الحلاقه. ما شفار ما والو. عنده شي شهاده بالله حلاق، راه ماشي حاجه شي خارج الطريق ولا شي حاجه، ما عمروش دار شي حاجه خارج الطريق. خرج لك على ولدك. خرج لي على ولدي الحموزي جاوب فيا وجه الله، راه الولد ما شفار ما خمار ما قتل، انا ما جاوب فيا وجه الله، راه هذاك الولد تيصلي وتعبد الله وتعرف الله سبحانه وتعالى، وعيا معايا حيد الفيديو، تيجي عندي الحومه تيوري داك الفيديو، الولد تيطيح تيجي عندي تبقى يغوت تيقول لي امي راه دار ليا ودار ليا، والولد مسكين لا ما درتيش القران، الناس كلشي عارفه كلشي عارفه بالله، الولد تيطيح ولا فيه السعر ما تصلح ليه لا دواء لا والو، يلاه تندير له شويه ديال القران نقراو عليه، عاد تيولي شويه لاباس. انا مزوقه فيكم اخوتي، انا مزوقه فيكم، انا ما تشوفوا فيا، شوفوا فيا ان شاء الله سبحانه وتعالى. انا كيفاش انا لا يعقل هذا الشيء خوتي المغاربه، شوفوا الام مسكينه، شوف لا يعقل انه واحد تاق فيه مشى عنده كراقي غادي ليه الرقيه، غادي يشوف من حاله في اخر المطاف غادي يعريه ويدير ليه فيديو، يعني قمة البؤس، قمة عدم الحشومة، حشومة هاك هي اخوتي. وجاي دابا الدري فين ما تجي تيتم غادي للجامع يصلي، هضري مع خوتك فين ما خوتي فين ما يمشي ولدي غادي للجامع، فين ما غادي للجامع تيدير له داك الفيديو، تيجي الولد تياكل يطيح طار، تيجيبوا لي طيح لي من سلقة، والناس كلشي في غبارها، كلشي ما بغاوش يزيدوا معايا، ما بغاوش يديروا معايا التال، ولدي راه في الحبس ومريض، ولدي راه في الحبس، ولدي ما عمرو دخل الحبس، ما عمرو دار شي حاجه، هو راه عنده صوابق
هو راه توا عنده طوابق على الفيديوهات، عنده طوابق شوفوا فيا ان شاء الله. انا ذاك الولد عاد هذاك الولد راه طلبت عليه وخليت تكبرت وبام وسمع فيا بهم، تنمشي نطلب عليهم تنهر للشارع كنطلب ما عندي باش نوكل، تمشي نطلب تمشي عند الناس ويعطوني باش ناكل، انا ما عندي حتى باش نخلص الكرا. خودي تعاونوا معايا، تعاونوا مع ذاك الولد، تعاونوا معايا، راه مشى للحبس بلا والو، راه دابا في الحبس، راه ما داير حتى حاجه مسكين، راه مريض، راه مريض تيطيح في السعر، راه ماشي ديال الطبيب، هادشي راه ماشي ديال الطبيب، هادشي راه تيطيح في السعر وتيبقى يغوت. الولد استغلو ودخلو هو جوج ديال الدراري معاهم تمايا، ولاد الحومة، ودي مسكين تيطيح في الزنقة وعارفينو الناس تيطيح، نوبة كيبات عندي نوبة كيبات في الزنقة، كل نوبة فين؟ وما حلش فيه، ما حلش فيه، ما حلش فيه نهائيا. ما عايش ولدي ودخلوا ودخلوا وصوروا وتتمست بيه في الزنقة، الحومة كلها شايفة الفيديو، وتنقول لهم شهدوا معايا ما بغاوش ما بغاوش ما بغاوش ما بغاوش. اللي هضرتي معاه تيقول لك دبر ما شفناش ما شفناش، ملي تقول لهم الفيديو تيقول لك شنا الفيديو، ولا غايقول لك الحقيقة ما كاينش. ولدي شاف تاهي هو جاي بغى يضربو والاخر ضربو، هادشي اللي كاين اخوتي. انا مزوقة فيكم، الدري راه مريض، الدري راه طيط عليا بالسهر، راه ما كاين لا دواء لا حتى حاجة. خرج لي على الولد، ولد مريض، إلا ما درتيش الرقية، ما درتيش القرآن، راه ما تيتقعدش، تبقى طايح في الأرض. دابا راه هو في الحبس، ما داير حتى حاجة، ولدي ضرب، ماشي ما ضربش، ضربو، الآخر ضربو، الآخر ضربو. الله يرحم الوالدين، جاوبوا فيا وجه الله خوتي، جاوبوا فيا. يعني خوتي المغاربة، هذه تتعطينا مثال، اللي كيتيق تيمشي عند الراقي، ويجلس معاه، ويبدا كذا. ويعطيها شي حاجه تشربها. كنت انا دوزت وحده في تيفلت، في تيفلت على ما اعتقد ولا خميسات، دابا شي سنه، اللي مشات عند راقي هي ما تتشوفش، وقال لها شربي هاد العشوب، شربات ومغيبات. في اخر المطاف فقط راسها انها ماشي بنت، ما بقاتش بنت. هذا راقي في تيفلت، كنت ركينه في قناه شوف تيفي فيديو لايف غتلقاو، كنا دوزنا السنه الماضيه. فعيب وعار على اننا نبقاو نشوفوا هاد راه حوته تخنس شواري. كاينين بعض الرقاد اللي مساكن كيحكموا الضمير ديالهم وتيديروا داك الشيء بما يرضي الله، وكاين شي رقاد اللي للاسف بحال هاد الراقي هذا للاسف اللي ضيع حياه هاد الشاب هذا العزيز اللي مشات حياته دابا هباء منثورا. شنو تقول لنا خويا دابا؟ اخويا الله ياخذ فيه الحق، حنا راه ما هاد الدري هذا خرج لنا على خويا، ما بغينا لا ليلة هو، ولكن تعدى عليه بزاف، حكى عليه بزاف وظلمو، فهمتيني؟ حنا ما بغيناش لا لهذاك لا لهذاك، ولكن هو ظلمو بزاف، حكر عليه بزاف. راه اي واحد بلاصتو لخوتي المغاربة راه غيشد، واش واحد تتشدو تدي ليه فيديو وتبقى تهدو به في الزنقة نهار على نهار على نهار؟ راه اي واحد راه استفزاز هذاك. علاش ما مشيتوش ديكلاريتو؟ لان شوفوا علاش ما ديكلاريتوش؟ ما ديكلاريناش حيت حنا بغينا زعما كنساو الامور زعما كاينه بشويه زعما عينا ما نهضروا معاه، عينا ما نهضروا مع دارهم هذاك السيد، وهذاك السيد ما بغاش يقين، هو ديجا عنده صوابق على هذا الشيء، هو ديجا مصور امن مصورو داير ليه تصويره وشدوه 6 شهور عليها، ديجا عنده صوابق على هذا الشيء، عدليه على هذا الشيء، ولكن اش دير في هذا الشيء المشاكل هذه؟ ما بغينا لا لهذا لا لهذا. يعني تشوف بين الناس داخلين سوق راسهم داخلين سوق راسنا متكالم، ما عمرنا جبدنا شي صداع على مشاكل، راه حوم اي واحد يسولوا علينا ما كاين لا مشاكل لا صداع. هاد السيد هذا تعدى عندنا ما عرف شنو بغى عندنا، الله يخلصو وصافي هادشي اللي بغينا. المهم انت شي كلمه اخيره شنو تقول؟ مير غنشوفوا يا خوتي المغاربه، اخوتي المغاربه تعاونوا مع هاد الولد، راه هاد الولد راه تيصلي وتيعرف الله سبحانه وتعالى، هو ما تيخرجش من الدار، الصلاة والعبادة، ومسكين مريض تيطيح تيطيح بالعظام. اخوتي تعاونوا معايا، حموشي اخوتي اخوتنا اخوتنا، ما عندي باش ما ندير حتى المحامي، ما عندي باش ندير لا محامي لا هادي لا هادي، تعاونوا مع هاد الولد راه يتيم يتيم، انا اللي كبرتهم تنطلب عليهم تنطلب عليهم تنمد يدي عليهم، عارفين الناس كلهم مربيهم ابو الطلبة ومساكنهم وما قداميش ما قداميش، ايوه قلبوا على الخدمه ما لقاوش، هذاك عندي مريض، واحد اخر عندي مريض بالكروسه،
راه هو واحد عندي مريض بالكروزة حتى هو يا. انا ما عندي باش ندير له محامي، ما عندي حتى باش ناكل حتى باش نعيش، عباد الله تعاونوا معايا. الحموسي اخوتي اخوتي تعاونوا معايا، داك الولد راه مظلوم ومريض مسكين ما يستاهلش الحبس، ما يستاهلش الحبس، ما يستاهلوش. واخا ولدي راه ظلموا عليك السيد ايام ايام ما بغاش، وبالله قررت تشد ويا والدابز ويا ما بغيتهمش الدابز، ما كنت انا من غليل وجبت كنت وجابوا لي الناس طايح تتشد بلا رياح، راه ما تسمع لي لا دواء لا حتى حاجه، راه غادي تشد سميت انا القران القران عاد تولي الولد شويه لاباس فيه السعر. الله يرحم الوالدين اخوتي تعاونوا معايا. الحموشي الحموشي خويا راه ولدي مظلوم، راه ولدي مظلوم، راه داك اللي حط عليه دائما حط عليه دائما دائما كي كيخرج للفجر يصلي تيدير له الفيديو كيدخل كيدير له الفيديو، والحومه كلها في خضاره واش اللي بغى يشهد ما بغاو الحومه تيضحكوا عليه، تا واحد ما بغى يقولوا له عراك، اه تا واحد تيقولوا له عراك دا اللي كدا اللي ولدي صبر 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 بالغر ضربوا. يعني يقدروا يكونوا كيقولوا لي تدار لك شي حاجه خايبه، اه تيقولوا له تيقول له راه عراك، راه شي الدراري تيجيو تيعاودوها لخويا خويا تيكون الناس داك الشيء تيجي لعندو تيقول له راه عراك دار لي هو ما دار ليه والو. دابا شنا كل ما عندي دخلت المحامي عندي جوج مرضى، واحد راه في الكروسه راه عارف راه هو في الكروسه والاخر في الحبس، كي غندير وانا ما عندي حتى باش نخلص الكرا، امو الدار داير لي انا ما عندي باش نخلص، دي سنين اربع شهور زدت زاد عليا الولد وما عندي باش نديلو ما عندي حتى حاجه، عارفين الناس عاد تنطلب عليهم كل الحومه عارفين عاد تنطلب هزاهم من الصغر باهم سمح فيهم من الصغر، وانا هزا الهم عندي جوج مرضى جوج، واحد في الكروسه وهذاك الولد عطاه لي الله سبحانه وتعالى، الله هو ملك الحمد جاب نعمه الله هذيك، ولكن يجي يكرفص لي ولدي كل نهار يصيفطوا لي مريض كل نهار يعايروا كل نهار يجيب لي الفيديو عريان فيه، راه عزومه راه عيب اخوتي راه عيب، هزي هزي راه عيب. انا سميتو ودرويش داك الدري كل الحومه سولوا عليه كل شيء سول عليه، راه تيعرفوه وتيعرفوني حتى انايا، عصروا العبادة عصروا العبادة، ما تسرق ما تيشفر ما تيدير حتى حاجة. الله يرحم الوالدين اخوتي الحموشي تعاونوا معنا تعاونوا معنا، راه ما عندي باش ندير المحامي ما عندي باش ندير حتى حاجة، حتى العشاء ما عندي باش نتعشى دابا. الله يرحم الوالدين اخوتي انا مظلوم، ولدي مظلوم، ولدي في الحبس مظلوم، ولدي راه تيصلي ولدي راه ما تيشفر، كل وليداتي راه تيعرفوا من الناس هزاهم من الصغر هزاهم وهزا تمارين ديالهم ما سميتو ما عمرهم شفروا ما عمرهم قمروا ما عمرهم كل شيء، وما تقول الله عمرها دار، وهذاك السيد ظلمو الله ياخذ فيه الحق الله ياخذ فيه الحق الله ياخذ فيه الحق. مشاهدينا الكرام متتبعي قناه شوف تي في، يعني مع هذا الالم هادشي كيضر في الخاطر اقسم بالله، وصلنا لنهايه هذا البث المباشر على امل اللقاء بكم بث مباشر اخر، نتمنوا على انه يعني يتم التحقيق في هذا الشيء وتتح تحقيق يعني عميق، خصوصا هذا اللي كان عنده سوابق، هذا الذي يدعي على انه راقي عنده سوابق قضائيه في تصوير الناس، وعلى حد ما قال لي الاخ ديال الضحيه، نتمنوا على انه تبان تحقيق باش انه يتنصف هذا الشاب وما نضيعوش فيه وما يضيعش فيه المجتمع، لانه هذا من شباب ديال هذا الوطن، عيب وعار على اننا نشوفهم تيضيعوا امامنا بسبب شخص دار سلوك خاطئ وصوروا فيديو ما خاصوش يديرها. مشاهدينا الكرام وصلنا لنهاية البث المباشر على امل اللقاء بكم بث مباشر اخر، سلام الله عليكم.